هذا المشاريع الصغرى. بعد ما حكينا نور على الصعوبات والإشكاليات اللي ممكن تعرض البعث في في مسار بعث المشاريع، اليوم مش نحكيه على حاجة أخرى مهمة ياسر ولا تقل أهمية، هي العوامل الحقيقة اللي نجم تشجع البعث خاصة في مستوى جهة القيروان على الانخراط في منظومة بعث المؤسسات الصغرى. علاش هذا؟ لأنه بين عديد المرات البعث ديما يرمى باللوم للمحيط وهو يخرج من المعنى من نقولوا نحن من الإشكاليات اللي هو يحملها في داخله واللي خليته بالحقيقة ما يعرفش معنى بعث المشاريع أو وما ينجحش يبدأ أو كيفاش وما ينجحش وما ينجمش يوصل بعيد في باركور تاعو كرياسيون دوتربيز. اليوم مش نحكيو على مستوى ولاية قيروان، كي نقولوا أهم عنصر نجم تساعد البعث على الانخراط والنجاح والديمومة في مشروع تاعو هي وجود شبكة من مؤسسات وهياكل مساندة للبعثين المتكاملة ومتعاونة فيما بينها. هذا شرط أساسي ينجم يخلي البعث ينجم يوصل بعيد. صح. وعلى مستوى ولاية القيروان بالحقيقة ثم معطى مهم ياسر، أراه مسؤولين على مستوى ولاية القيروان وخاصة على رؤوس معنى المؤسسات معنى الهياكل المساندة والإحاطة الكلهم واعيين الكلهم يبارطاج لي ميم فيزيون اللي هو كون يمشوا بعيد مع البعث ويدزوا بعيد مع البعث واعيين تمام الوعي بالمعنى بالإشكاليات اللي ينجم يمر بها البعث نهار آخر إذا في صورة ما هم يجمدوا يديهم. هذا مهم ياسر للشباب ولاية القيروان كي نلقاو هيك المساندة وإحاطة متعاونة ما بينها ويداخلوا بنفس الدرجة من بنفس الدرجة وبنفس السرعة في حال وجود إشكال معين يعترضوا البعث. هذا راهو مهم ياسر، معطى مهم ياسر، ما عليك البعث يدق البيبان على المؤسسات هذه والهيك المساندة بحول يسمع جواب من غير ما يعمل هو يقول لي بوتيتر مش تقول امور كما نعرف بالدرجة كبيرة ياسر الكفاءة تاع البعثي تاع الهيك الذي بالضبط. ثم عنصر اخر وعامل اخر مشجع تو حاليا هو تسمعته مؤخرا معنى الدولة غيرت برشا معنى عوضت برشا تاريخيس بكرة الشروط بكرة الشروط، لأنه كي نقولوا رخصة نقولوا وقت نقولوا لجان جهوية ومحلية ووطنية بارفا لإسناد رخصة وهذيك تاخذ وقت كل شيء بارفا البعث يقدم باش ياخذ رخصة معينة مع الوقت ومع كل شيء نجم يتراجع أتومومو كل شيء. توا ثم عديد من الأنشطة وكثير هي الأنشطة اللي ما عادش تخضع التراخيص وعوضناها بكرة شروط. شنو ممكن نقولوا كرة شروط؟ معنا خففنا الإجراءات ويعطيك الصحة وشجعنا المهم يوفر بعض الشروط يوفر شروط هو مطلوب من الباعث يوفر الشروط المعينة ذيك وينجم يخدم على روحه كل شيء. هذه مهم ياسر وأغلب قلة قليلة الأنشطة طول ولت مارس بترخيص مسبق واضح بيه. ثم معطى اخر مهم ياسر كي نقولوا توفر عديد من البدائل للتمويل لدى البعث. بمعنى شنو معناته البعث توا على مستوى ولايه القيروان مثال على وطنيين وخاصه على ولايه القيروان ينجم يمول المشروع تاعو بقرض كيما ينجم يمول المشروع تاعو بقرض بدوني معنى انتي ريس اللي هي فائده وعنده بديل اخر اللي هو ينجم يمول المشروع تاعو في اطار بهيبه هذه البدائل هذه ونقولوا نحن وتنوع مصادر التمويل وطرق التمويل راهو من شأني باش يساعد البعث ويشجعوا على الانخراط في منظومه التمويل كي نقولوا هبات عن طريق المنظمات الدوليه
المنظمات الدوليه بالحقيقه القروير راي من الولايات المحظوظه في اطار التمويل وفي تدخلات المعنى في التدخلات مع التعاون الدولي اي مع المنظمات صح. والاعتماد مثال توا ثم مثال جمعيات تمويل صغير تمول لي بري دونور دخلوا لي بري دونور كي نقولوا بري دونور يعني ما غير انتريس ما غير يرجعوا كيما هو بالضبط وقاعدين ينشطوا قاعدين معنا برشا مشاريع قاعده تمول حاليا وكل شيء ويعطي وانا من المنبر هذا نوجه الشكر للجمعيات هذه كيما انيسياتيف قروان صح وكيما بروجرام رائدات اللي هو بروجرام رائدات خاصه كي يبدا المشروع ما يتجاوز 10,000 دينار يتمول الكل في اطار هبه في اطار دوتاسيون مش هبه بليتو هبه دوتاسيون بمعنى قرض بدون فائده بالضبط. حاجه اخرى مهمه ياسر بالنسبه للقروان كي نقولوا انسان مش ينتصب في ولايه القروان ولايه القروان هي منطقه تنمويه ذات اولويه بمعنى راهو الولايات البلايص هذوما ماهوش في الجهات الكل قله قليل معنى على عدد صوابع كيما يقولوا فيها المناطق اللي يتم تتميز يميزوها بالمرتبه ذي كي نقولوا المناطق التنموية ذات أولوية معنا ثم منح توصل منحة استثمار توصل حتى 30% إلى جانب الامتيازات أخرى جبائية ومالية صح معنى الباعث وقت اللي يستثمر في الجهة في قروين راهو عنده باش زهر ثم امتيازات ثم تمويلات ثم منح هو مثال مش يستثمر في مشروع صناعي ينجم يأخذ 30% كي مشروع فلاحي كذلك ينجم المشاريع فلاحية فيها نسب معنى امتيازات وحوافز مالية كبيرة ياسر توصل حتى 60% في بعض الأنشطة صح نجيب حاجة أخرى مهمة ياسر أي. في يوم ما كان مشكل التمويل الذاتي والسنوات السابقة كان مشكل كبير ياسر يريق ويعطل برشا باعثين ثم مشاريع ما راتش النور لانه اصحابهم الاكثريه لقاوا اشكاليه كبيره ياسر في توفير التمويل الذاتي. التمويل الذاتي توا بطريق معنى اعتماد معنى البرنامج الجديد اللي هو اعتماد الانطلاق لو فون دامورساج يسموا نجموا الباعث افيك زيرو ملي صفر تمويل ذاتي ما عندوش حتى تمويل ذاتي ينجم يطلب يعمل يقدم مطلب لدى فضاء المبادره ونعرضوه على اللجنة الجهوية لإسناد التمويل ذاتي ويتمول المشروع تاعه ب ما اكثرش من هكا صفر مساهمة صفر ملي مساهمة ثم حاجة أخرى مهمة ياسر ولا تقل أهمية على العناصر حكيت فيها هي تعدد منظومة التكوين المالي منظومة التكوين المالي بالحقيقة في السنوات الأخيرة تعدت خاصة في القطاع الخاص برشا مراكز تكوين مالي خاصة توجدت على مستوى جهوي وهذه كي نقولوا مراكز تكوين مالي مراكز أول حاجة مش يعطونا قدرات ومؤهلات جديدة وإمكانيات جديدة وقدرات خاصة فنية اللي تخلي الباعث يستثمرها نهار آخر وتمكنوا من بعث مشروع بي والمشروع شنو اللي قادر على التطور والنجاح في نفسه بالضبط هذا هو العوامل بالحقيقه هذه من العناصر المهم المهمه هذه راهي تساعد في مناخ الاستثمار على مستوى الجهه بالضبط. وزياده منح خاصه في وفي بالكم انتم تعرفوا اللي ثم برشا تغيرات على مستوى الميزانيه صح. 2023 رفع مستوى التمويل اللي وسقف التمويل وثم برشا برامج أخرى قاعدة تحضر على مستوى الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وهذه كل عناصر تشجع التنمية على مستوى الجهة وتشجع الباعثين للتوجه للعمل المستقل ما عليه الباعث إلا يتوجه ويدق البيبان ويسمع جوي بالضبط هذا هو الوغ يعطيك الصحة سي فيصل كنت عملت لنا ريكاب على العوامل غيالمون المشجعة على الانخراط في منظومة بعث المشاريع فمش علاش يا جماعة هكا باش تخافوا ولا باش توهقوا من بعث المشروع فما كل المقاومات وكل العوامل انه تشجع انه تبدا مشروع واحسنهم انه حتى من مغير حتى مساهمة يعني زيرو مليم نجموا نبداو المشروع نتاعنا ولكن فقط ما عليكم كان يعني
تقوموا بالخطوه الاولى اللي هي دق البيبان، خاصه الهيكل المنظمه، الهيكل اللي تعنى ببعض المشاريع. ونسمع اجوبه. مشكور مره اخرى سي فيصل الزائلي، مدير فضاء المبادره، وكانت هذه بيان سور لسباس انتربرونور. باش نرفعوا لحضراتكم اذان.